التوجيه ده بعد ما قال دكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه ان في خطه عاجله لحل مشاكل المياه وترشيدها، وان الوزاره بتعمل بناء على الخطه ان التكلفه وصلت ل 31.5 مليار جنيه، نفذت منها 80% لحد دلوقتي. الوزير وضح ان في مشروع لتأهيل شبكات الترع وتبطينها، واضاف ان هيتم تبطين حوالي 2000 كيلومتر في العام الواحد عشان يصل الاجمالي ل 20000 كيلومتر خلال العشر سنين اللي جايه ان شاء الله. معانا على التليفون دلوقتي المتحدث الرسمي باسم وزاره الري دكتور محمد السباعي. يا دكتور محمد، تحياتي لحضرتك وكل سنه وحضرتك بخير وسعاده. حضرتك طيبة يا فندم، تحياتي لحضرتك السادة المشاهدين. أبرز محاور الخطة العاجلة لحل مشاكل المياه واللي بتقوم بيها الوزارة بتنفيذها حاليا. طب اسمحي لي يا فندم أستكمل كلام حضرتك. طبعا اتكلمتي عن محاور الخطة القومية للمياه اللي تم وضعها ما بين وزارة الري وتسع وزارات أخرى، وبنطلق عليها الخطة أو الاستراتيجية القومية للمياه 2037 من 2017 ل 2037، وهي يعني استراتيجية أو خطة تم وضعها عشرينية لمدة 20 سنة، بتعتمد على عدة محاور زي ما سيادة معالي الوزير الري استعرض أمام فخامة الرئيس ويتكلم عن الخطة بمحاورها الأربعة. لكن حضرتك بتتكلمي هنا عن محور واحد أو نقطة في الخطة اللي هي تأهيل الترع، ودي من أهم الأهداف أو أهم الاستراتيجيات اللي احنا هنطبقها إن شاء الله خلال الفترة القادمة، خصوصا إن سيادة الرئيس وجه بتقليص مدة التنفيذ لعامين فقط، وبالتاكيد يعني حريصين جدا ننتهي من هذا التكليف في اقرب وقت في حدود المتاح، خصوصا ان المستهدف هو اعاده تاهيل وتبطين 20000 كيلو تقريبا من الترع الموجوده، والمقصود هنا الترع اللي هي بنطلق عليها الترع المتعبه ذات اسبان او هو بتطلق عليه البحر او هي ذات. وايه المقصود برضو بتبطين؟ يعني المواطن المصري ممكن ما يكونش عارف الشرح بتاعه. كويس جدا يا فندم حضرتك بتسالي في النقاط الفنيه دي عشان اوضحها للمشاهد البسيط. المقصود بالتبطين هنا اللي احنا الترع اللي موجوده المتعبه اللي هي ذات البحر الضيق او البسيط اللي هي بتبقى العرض القاع حوالي من 3 ل 4 متر، يتم يعني تدبيشها بالدبش او الخرسانه بحيث ان هو اعادتها الى الاورنيك التصميمي الاساسي بعد ما تم حدث لها الفتره اللي فاتت مثلا من اعمال محر او انها استبحرت او وسعت اكبر من التصميم الرئيسي بتاعها. والهدف الرئيسي من المشروع ده العائد بتاعه كبير جدا من الفوائد، على سبيل المثال ان احنا نكون نقدر نوصل الميه لنهايه الترع لتلبيه احتياجات المزارعين بقدر الامكان في اسرع وقت. الحاجه الثانيه ان احنا بنقلل التكلفه الخاصه بالتطهير والحشائش اللي بتطلع، وده بتاخد ميزانيه ضخمه جدا من الوزاره ومن الدوله طوال العام عشان نقدر نشيل كل العوائق. الحاجه الثالثه ان احنا هنحسن طبعا نوعيه الميه علشان هنقدر ان احنا نمنع الكمامه اللي موجوده وغيرها من الاهداف. لو المشروع ده باذن الله قدر ان احنا نخلصه بشكل جيد هيكون عائد بتاعه الاقتصادي جيد جدا. طيب انا محتاجه اعرف من حضرتك برضو المكاسب المنتظره من افتتاح يعني سياده الريس ل يعني محطه معالجه مياه مصرف المحسمه، ايه المكاسب المنتظره من كده؟ مشروع المحسمه من ضمن عده مشروعات مستهدفه تنفيذها لتوصيل مياه للمياه لشرق القناه، وطبعا المياه المقصوده هنا هي مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي ذات نوعيات جيده بعد المعالجه، ضمنهم مشروع المحسمه ان هو يستهدف توصيل حوالي 1 مليون متر مكعب في اليوم الواحد طبعا بعد المعالجه، والوصول الى نوعيه جيده عشان تستخدم بشكل او باخر في استخدامات عده في شرق القناه. مشروع بحر البقر مستهدف ان هو حوالي 5 مليون متر مكعب في اليوم الواحد بعد طبعا انتهاء منه من محطه المعالجه، عشان 5 مليون متر مكعب في اليوم الواحد يستخدم بشكل او باخر. هدفنا اللي هيكون ده هيوفر في ظل محدوديه المياه هيرفع اساسا مستوى حاجه اسمها كفاءه الميه. اسمحي لي اوضح لحضرتك يعني فضل. كفاءه استخدام الميه سريعا استسمحك اتفضل. مصر من اعلى دول العالم في كفاءه استخدام المياه، لان احنا بنستخدم المياه مره واثنين وثلاثه بعد المعالجه وبتاع تحسين نوعيتها بشكل او باخر. نوصل حوالي 85% وان شاء الله بعد المشروعات القوميه اللي بتنفذ دي هنبقى من اعلى دول العالم في استخدام
او كفاءه استخدام الميه طبعا في ظل المشروعات اللي بتنفذ باذن الله. دكتور محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزاره الري، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا.